هانت اخوي هانت شوف الله يرحمك هانت 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 تفاجعنا كانت نصرم تفاجعنا بواحد الجيش كيتكون من 40 واحد ولا 50 واحد ولا اكثر هازين السيوفه هازين الهراوات باركين دايزين في الزناقه كيغوتوا وطلعوا فوق الطوموبيلات وشتتوا بالماطر ديالهم بالاسلحه ديالهم ويهرسوا في الجاج وكيرهبوا في عباد الله وما تقريبا واحد تقريبا هذه 40 اكثر من اكثر من ما بين 40 50 حتى 60 السيارات تقريبا السيارات الى جيتي دابا درتي واحد حيت هذه ماشي جيتي تشوف غتلقى خويا غتلقى 40 طوموبيل هنا اللي خويا هذا الحيط هذا ماشي عادي حيت كنت كرات هذه مره الثالثه ولا الرابعه وما كاينش شي حل شي حال يدير زعما باش يوقفوا هذا الاجرام هذا ما كاينش جاو دابا في منطقه الاناسي جاو بمطرهم جاو يهزوا الطوموبيلات طلعوا لديون الناس دخلوا لداخل ديون الناس باش يهجموا عليهم كيضربوا شي حوايج شفناهم ما شفناهم في حياتنا كاع شفناهم اليوم هادشي بزاف اذا كان شي امن يجي يدي شي حل هادشي ما يمكنش نستكشفوا عليه طوب غادي تهرسوا بنادم مخلوع بنادم ناعس خدام في الصباح ويجي في الاخر ما كاين والو ديرو شي حل يجي الامن ديرو شي حل هذا المشكل هذا ما كانوا شي اعداء يبينوهم كاين قانون البلاد فيها القانون ماشي السيبة وكان السيبة كلشي كيتقاتل يطبقوا المسطرة ولكن المسطرة خاصها تطبق في البلاد هذه علاش بالضو جات الزنقة هادي علاش زعما؟ علاش الزناقي خويا ما كاين فيهم والو إلا الزنقة هادي راه ما يمكنش ونتمنى من السلطات يديروا شي حل اللي خلينا نرتاحوا شوية راه ما بقاش الراحة في البلاد هادي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا